مساء الخير جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان، برحب بحضراتكم. حلقة جديدة في البيت الكبير، يوم جديد من أيامنا هنا في البرنامج بيت كل الأهلوية. قبل ما نبدأ أي كلام وقبل ما نعرفكم بفقراتنا المتنوعة والمختلفة اللي هكون معانا النهاردة، عايزة أهني النادي الأهلي والأهلوية ونهني نفسنا بانضمام المغربي بدر بنون لمدة 4 سنوات قادمة. بدر بنون اسم كبير جاي من نادي كبير وعريق، اختار انه ينضم للنادي الاهلي ويحقق انجازات مع النادي الاهلي، اكبر نادي في افريقيا وفي الوطن العربي. انا طبعا زي ما حضراتكم وانا وكلنا ما عارفين انه بدر اتعرض عليه، يمكن جاله عروض خليجية كتيرة جدا في الفترة الاخيرة، لكنه فضل ان وجهته اللي جاية تكون مع النادي الأهلي، أكبر نادي في أفريقيا وفي الوطن العربي زي ما قلت. أكيد خط دفاع متكامل بينضم لأيمن ولياسر والرامي، وإن شاء الله مع عودة سعد سمير تكون إضافة قوية جدا لينا في الفترة اللي جاية. والسنة الجاية إن شاء الله بعد ما نحقق 9 نحقق 10، وهو معانا بدر بنون. مبروك.